عندنا فعالية لمدة 3 أيام 22 ميلاد و 23 و 24 عندنا أكبر جبل سناب الرز على مستوى العالم يوم 22 و 23 و 24 أضفنا على يوم 24 أكبر طبق رز حساوي على مستوى العالم. طريقة الطبق عندنا الرز الحساوي طبعا تكونت من 5 جدور كبيرة، عملنا كل جدر تقريبا يزن 300 كيلو أو 400 كيلو، تم وضعها في صينية، الصينية ما شاء الله تبارك الرحمن طولها 18 متر والعرض 90 سنتي، تزن 1.5 طن، وتم توزيعها للحضور. كان طباخنا كل هذه الجدور كلها بكرب النخيل. بداية الفعالية أول يوم الآلات وضعناها عند أكبر جبل سنابل رز على مستوى العالم، بينا للجمهور فصل السنابل. العيش الحساوي متوفر في السوق بكثرة، وكان الإنتاج قزير وفي متناول الجميع، سعره يتراوح من 25 ريال إلى 27 ريال.